عارفة، طول عمري مصدق المثل اللي بيقول اللي على راسه واضحة يحسس عليها، لا كمان يعلن عنها. تقصد ايه؟ مروان قال لك ايه؟ انا ساعتها ما رضيتش اكلمك في الموضوع ده، قلت اسيبك انت هتيجي لوحدك وتقولي لي كل حاجه، لكن يظهر ان انا كنت غلطان وكان لازم اسالك. مروان كان عاوز اخوه. وانت رايك ايه؟ انا موافقه وراضيه ومطمنه. طب وشهد؟ مالها شهد؟ كنت بتروحي لها ليه؟ علشان شهد شاطرة ومذاكرة في القانون كويس وعرفت تجيب حقها بالقانون، رحت لها عشان تجيب لي حقي. عايزة حقك ولا عايزة الواد يروح لمروان؟ الاتنين، عايزة الاتنين. عبيط أنا بقى علشان أصدق. والله أنت حر تصدق ما تصدقش، دي حاجة تخصك. نعيمة، ما تخلينيش أغير طريقتي معاكي في التعامل. هتعمل إيه بقى؟ هتجلدني كمان ولا إيه؟ بقولك إيه؟ هو أنت عايز مني إيه بالظبط؟ عاوزني أقولك إن أنا بحبك وبموت فيك ودايبة في هواك ومقدرش أستغنى عنك؟ سهلة، بسيطة، عادي يعني، ممكن أقولها لك بس كده. تحب أقولك على اللي أكتر من كده؟ واجيب لك من الاخر؟ انا بقى مش طايقاك لانك قتلت بدري، مش عشان انا بحب بدري ولا عشان انا عشت مع بدري احلى ايام حياتي، لا، بس عشان انا ست حره وما احبش حد ياخدني غصبانيه. تحب بقى ازود لك من الحب جانب؟ انا كنت مسجونه، بس مش مسجونه علشان انا ست بطاله ولا عملت حاجه غلط، لا، انا اتسجنت ظلم، وعشان كده بقى أنا مفيش حاجة في الدنيا دي توطي راسي ولا تكسر مناخيري. فهمت ولا فهمك أكتر؟ ده أنت شايلة مني أوي يا نعيم. حاول تنسيني بقى، نسيني كل الحاجات الوحشة اللي أنت عملتها فيا دي، نسيني إنك أنت عاوزني غصبانية وإنك ضغطت عليا وخوفتني بابني عشان أوافق على اللي أنت عاوزه. لو قلت لك اني حبيتك غريبة، صدقيني معايا، أول ما شفتك دخلت قلبي، لأن حسيت إنك ست مختلفة، شكل تاني، طريقة تانية، كان عندي استعداد إني أعمل أي حاجة وتبقي معايا على طول. نعيمة، أنا دخلت ابنك مدرسة مش أي حد يقدر يدخلها. أنا وصيت عليه وعندي استعداد كمان إن أعتبره ابني بالظبط، كل ده علشان خاطرك يا نعيمة. بأمارة إيه بقى؟ بأمارة ما بعتلي الواد الصايع اللي اسمه صوفي
يبلغني ان انت عاوزني بأمارة اللي انت عملته فيا واللي لسه بتعمله؟ غبي، اتصرفت معاكي بطريقة غلط، بس صدقيني صدقيني انا بحبك، حبيتك ازاي معرفش. وبعدين بقى انا عمري في حياتي ما كنت ابقى عايز حاجة وحد يقدر يقول لي لا، والحاجة اللي عايزها تجيني لحد عندي، ولا يمكن يبقى في حاجة في الدنيا ما اقدرش اطولها. عشان كده انت بالنسبة لي كنت حاجة تانية، حاجة مختلفة. انا عايزك تصدقي، اوعى تقولي انك مش مصدقة اللي انا بقوله او مش واصل لك احساسي. صدقيني يا نعيمة، يعني انت عايز تقول ان مفيش حد زيي؟ عمرك ما شفت واحدة حلوة زيي ولا حد احلى مني في الدنيا دي؟ لا شفت ولا هشوف. بقولك ايه، الكلام ده الرجالة بتقوله عشان تضحك بيه على الستات، انا بقى الكلام الحلو ده ما بيدخلش نافوخي ولا ياكل معايا. طب ايه اللي يخليك تصدقي ان نعيمة خطفت قلبي؟ ان انا مخافش منك، ان انا عايش معاك وانا مصدقاك، ان ما عايش معاك وانا حاسه ان انت بتهددني، اقدر ادخل واخرج وانا مرتاحه مش حاسه ان في حد بيراقبني. فهمت ولا فهمك تاني؟ يا باش بطمن وعقلي هيشد، هكون راحت فين يعني؟ إلى عمتي، للقلب الحنين والقلب الطيب. فوزية فوزية، إيه خير؟ في إيه؟ أسوق عليك البلد كلها عشان تيجي؟ بس أنا كنت فين؟ كنت عند سامية. عمتي كلمتك؟ لا ليه، خير؟ في إيه اللي حصل؟ طلعت من الصور، محدش عارف لها طريق. يعني إيه؟ والواد فين؟ بقول لك كانت راحت تزور قبر عبد الله وما جات شيء. انت عارف ممكن تلاقيها فين؟ في البيت الكبير، ما هي كانت عايزه تبنيه. هو انت تفتكر يعني ان انا ما دورتش فيه؟ ما سبتش حته ما دورتش فيها؟ تكونش عند شمس في بيت ست جبريه؟ يا راجل بقول لك ما سبتش حته ما دورتش فيها. من راحت فين بس؟ احنا لفينا انا والرجاله البلد كلها عشان ست فوزيه من الجنهاج. طب روح انت يلا. هذا حسن، اكيد عند حسن حبيب قلبها. تصدق انت اول مره تفكر صح. انا هاجي معاك. تعالى يا زينب. يلا. جيب الهواء بسليمه يا رب.